بشتكي بوش هند خانم طول النهار. كنت اقعد اتفتل بالمحلات والمولات للمساء بس مشان ما اتخانق انا وياها، وبالليل ارجع لعنده. هالحكي ما عاد له لزوم، وصار لازم تنهي هالموضوع. انت ليش ما عم تحاول تستوعب هالموضوع؟ امبارح اتصل فيني وطلب مني انه يشوفني، ولانه هو رجل اعمال قلت لحالي بركي بلاقي شي شغله احسن ما ضلني افتل بالشوارع. لك انت رايحه معه على نادي ليلي يا سمرة؟ انا ما كنت بعرف انه هو نادي ليلي. يعني فهميني شلون؟ والله ما كنت بعرف، اصلا انا ما بعرف هديك المنطقه. التقينا وطلعت معه وما انتبهت على حالي غير لما فتت لجوا. دغري قلت له خلينا نروح فورا، انا ما بحب اقعد بهيك اماكن. حسيت انه ما بده، وبس عرفت انه نيته مو منيحه اتجاهي حكيت له اللازم. هاي انت عم تقوليها، هذا الزلمه نيته سيئه وانت عم تعطيه وش. لك والله ما اعطيته وش، ليش ما عم تستوعبني؟ يعني صحيح لو مهند مانو بحياتي كنت اعطيته وش، ما بنكر هالشي بنو، بس بحلف لك بالله انه ما صار شيء غلط بيني وبينه. لك والله امبارح فتت وطلعت فورا من هنيك بس عرفت انه نادي ليلي. كنت رح اخذ تاكسي وروح على البيت بس هو اصر كثير علي، ما قبل غير انه يوصلني على البيت. بحلف لك براس امي انه هذا كل شيء صار بيني وبينه لهالزلمه. ولك بس حاجتك كلام فاضي، هالحكي كله ما بيفوت براسي. ممكن مهند يصدق هيك اعذار بايخه، بس انا مستحيل صدق هيك شيء. من كل عقلك مفكره انه رح اقتنع بهالكلمتين وما رح اخبر مهند؟ شو كل هالقد متخيله انه انا غبي؟ ماشي خلص لكن. قل له لمهند احكي له كل شيء وخليه يروح يعمل مشكله، خليه يجي يقتلني وبعدين يروح يدور عليه ويقتله للزلمه. خليه كمان هالمره يفوت على السجن كرمال شغله فاضيه وما له علاقه فيها. بالاول انسجن مشان اخوه، وهلا من ورا كلامك انت. شو مفكره اذا هددتيني رح اسكت على هالموضوع يا سمرة؟ لا يا علي، بس عم فهمك شو رح يصير اذا قلت له. انا حكيت لك كل شيء صار معي بدون ما نقص ولا حرف، يعني صار بايدك الموضوع، ساوي اللي بدك اياه. يعني اذا بدك تحكي له لمهند وتعمل مشكله كبيره فهذا الشيء بيرجع لك، بس يكون بعلمك انا كمان ما رح اسكت ابدا، رح روح احكي كل شيء بعرفه للشرطه، ومؤيد رح ينسجن بعد مهند. شو علاقه مؤيد بالقصه؟ ها انت ما بتعرف بالموضوع؟ احكي. ما توقعت يكونوا مخبرينك، والله تاريون ما نون سهلين. ولكن انت على شو عم بتلمحي؟ مؤيد هو اللي سوى الحادث، ومهند حمل الجريمة بدل أخوه ودخل بداله على السجن. شو؟ انت شو عم تحكي؟ والله هذا اللي صار، أنا تفاجأت مثلك. علي إذا بدك تساوي مشكلة أنا كمان رح أتصرف، بس أنت هيك كمان بتكون ظلمته، رغم إنه ما في أي سبب مقنع، يعني كله على الفاضي. تفضلي. يسلم ايديك، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. علي ما إجا؟ لا لسه. لا عم على هالشغلة، لك وينه هاد لهلا؟ هلا بعد شوي بيجي لهون. يلا لكان فوت ساعدني شوي لبين ما يوصل. يعطيكم العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. شكرا. أهلين. يعطيكم العافية. الله يعافيك معلم. شو عملتوا؟ اشتغلنا للمحل بس ما عم نلحق الشغل تبعكم. شغلكم أرباح. والله عم قول لحالي وقف شغل المحل. شو رأيك؟ مهند. شو في؟ لا ما في شيء. في شغلة عم فكر فيها. شو كنت عم بتقول؟ عم قول وضع المحل مو عاجبني ابدا، لانه شغل مؤيد ما شاء الله عم يزيد وما عم نلحق. عم فكر انه اشتغل بس اله، بس انا خايف من عيلة بانا. لا تاكل هم، مؤيد بيقدر يحلها. بس أنا مو شايف هيك أبدا.
هيبانة؟ ايه هي؟ لا ترد عليها، خليها تحس انه انت زعلان. اهلين بانا. حبيبي صباح الخير. صباح النور، كنت عم فكر اتصل فيكي. معناتها القلوب عند بعضها. ايه شو رح نساوي اليوم؟ جاي على بالي نطلع شي مشوار. ليكي بانا، انا حابب اني اشوفك لنحكي شوي. طيب قلي شو الموضوع؟ بس صوتك مو عاجبني بنوب. لا ما في شي، خلاص بنحكي بس شوفك. طيب فيكي هلأ تطلعي؟ يعني بدي شوية وقت لحتى جهز حالي. طيب بانتظار تليفونك. بشوفك. هاي هي البناية، هو ساكن فوق. بأي طابق؟ الثاني. وهي هي سيارته، بعته إياها من كم يوم بس لسه ما فرغتها، على أساس نفرغها بهالأسبوع. يعني أنا شو كان بيعرفني إنه هالزلمة عنده مشاكل وممكن يعمل هيك؟ طيب خلاص أنت استنى هون. مسكين حسين هلأ علقان من الجنازة، بيكون عم يركض من هون لهون لحتى يلحق يدفنه. خير إن شاء الله. شايفتك هاليومين كتير مهتمة بعمو حسين. يي شو اشتقتي له؟ شو هالحكي اللي عم تحكي؟ عيب عليك يا بنت. ليش انا شو بدي منه لحسين بي؟ والله ما بعرف يا عمي، بس صار عم تتصلي فيه كتير هالفترة. ايه مزبوط عم اتصل، لانه واجبنا كجيران احكي معه بهالوضع واتطمن عليه. ايه طيب خلص مفهوم. واذا رجعت زينب لحالها رح خليها تيجي تقعد عنا بالبيت. شبك هلا يعني نحن شو دخلنا فيها لنجيبها لعنا؟ شو في داعي؟ انا بس بدي افهم انت ليش اخذ موقف من زينب. اه فهميني شو اللي تغير. ها هدول وين اخذينه؟ علي لك شو صاير معك علي؟ شوفي لك يا ابني شو عامل؟ شو صاير معك يا علي؟ يا ربي دفنيها. خالصين؟ الو مهند الشرطة من شوي اخذوه لعلي. شو؟ هلا نحن جنب بيته وشفت الشرطة اخذينه بالسيارة. ليش شو اللي صاير؟ والله ما بعرف يا مهند، راحت السيارة قبل ما اقدر احكي معه اي كلمة. يلا يا مهند مشان الله لحقوا. طولي بالك دقيقة ما قالوا لك على اي مخفر اخذوه؟ ما بعرف، بس انا رح وقف تاكسي وروح وراهم وبرجع بخبرك. ماشي خلص جميلي انا جاي، سكر التليفون امشي بسرعة. يلا يا ابني روح امشي. لا خلصني اطلع. وقف جميلة لك لوين رايحة؟ لو سمحتوا رسيات الشرطة. لك يا مجنونة لوين رايحة؟ الله يصبرني عليك. صباح الخير. صباح النور. شو اليوم طلع بكير؟ امبارح بالليل ما قدرت نام، قضيتها عم بتقلب، فقلت بطلع بتمشى شوي بركي بهالمشوار بشم هوا وبروق شوي. انت كأنك مو مرتاحة ابدا. اي والله انا ابدا ما كنت متخيلة هيك، لا حياتي ولا حتى زواجي. ليش رجعتي تخاناتي انت ومهند؟ مو على اساس تصالحتوا؟ لانه ما حدا فيكن عم بيوقف معي، تاركيني لحالي. هو اخذ راحته لانه كلكن واقفين معه ومو سائل عني ابدا. مؤيد شوفي ليش واقفين عندكن؟ ولا شي، واقفين عم ندردش شوي.
أنا بحبه كتير لمهند، والله ضحيت بكل شي مشان كون معه لأخوك. هو مفكر أنه ضحكت عليه وجبرته يتزوجني. أنا ما قلت له أني نزلت الطفل بس مشان ما يتركني. أنا أصلاً ما بدي أنه تنبنى حياتي على كذبة، بس هذا هو التمن. شو أعمل؟ هذا هو حظي. ناس بيضحك بوشهم الحظ وناس ما بيطلع فيهم بنوم. مثلاً أنت كاذب كذبة بس شخص تاني هو اللي دافع التمن. يعني حياتك ما انضرت أبداً بهالكذبة وصارت أمورك أحسن منه. قدر، ما بتعرف شو ممكن يتغير. يعني لهالوقت لساته واقف معك، بس لبعدين ما بتعرف شو بيصير، يمكن ينقلب ضدك. مهند ما راح يتركك أبداً يا سمرة، وأنا واثق كتير من هالشي. والله إذا مهند بيساوي هيك شي وبيتركني رح تخسروا أنتو كمان. مؤيد، رح تتأخر يا ابني، لك المخلوقة عم تستناك. يلا يلا روح، ما بدي أخرك. لا تواخذيني أخرته شوي، هلأ بتكون بانا قاعدة عم تستناه. إن شاء الله ما تعمل له شي مشكلة، لأنه بوقتها بتقولوا سمرة هي السبب. الشاي لساته سخن. شكراً، ما بدي أشرب. لكن راح روح ضب السفرة. مهند فطر؟ أكل كم لقمة وطلع على السريع. أي منيح. تعترف انك ضربته للسيد سمر؟ بلى. كسرت له سيارته كمان؟ مزبوط هالحكي. ليش؟ شو اللي صاير بيناتكم؟ فهمني. هو بيعرف، خليه يقول لك. قلت لك انه ما في علاقه بينه وبين. عفوا، وين قسم التحقيق؟ هني. اصلا انا من جديد تعرفت على البنت يا حضره الضابط، وطلعنا تعشينا سوا، يعني مثل اي شب، وما لحق يصير بيناتنا اي علاقه. الموضوع واضح كتير، أصلاً أنا تعرفت عليها من باب الصداقة. يعني شو بده يعرفني إنه عندها حبيب؟ شو أنا بعلم بالغيب يعني؟ سمرة ما أنا حبيبتي إلي يا غبي. انتبه على كلامك. لكن شو بدك مني؟ ها؟ عم بيقول إنه مو حبيبته. لكن ليش إجي كسر لي سيارتي؟ وضربني كمان. أنا بدي أقدم شكوى ضده وبدي إياكم تاخذوا حقي. انتبهي ما يجي مهند ويسمع. تفضل معي. والله أنا ما بعرفها من قبل، يعني شو بيعرفني إنه عندها حبيب؟ هذا اللي علقان معه علي؟ هذا هو؟ الحق عليه، ضربه ومكسر له سيارته كمان. وهو اللي اشتكى عليه؟ ما تحكي؟ لك شو القصة؟ لشو ساكتة؟ خانقوا مشان بنت. هلا هاد هو الشاب اللي شافه امبارح مع صاحبته؟ ها؟ ايه. والله امبارح حكى قدامي هيك شيء بس ما فهمت عليه. يعني كان مشتت كتير ومخه مسكر وكل كلامه كان ما له اي معنى بنوب. يا الله يا علي، ليش هيك ساويت؟
طيب كان فيه يضربه من دون ما يعلق بإيدين الشرطة؟ غبي. الله لا يعطيك العافية على هالعملة. شو بدك فيها؟ يعني بتستاهل إنه يروح يعمل مشكلة مشان هيك بنت خاينة؟ شوفي، بعد ما رجعت أمك، أو بالأصح بعد ما توفى أبوكي، صرت كل يوم اتخانق مع أمك وأخوكي لدرجة أني تعبت كتير. عم حس حالي بحالة دفاع، وعلى طول بيلمحولي وبيتهموني. المهم أنهم يزعجوني، مفكرين أنه أنا طمعان بالمصاري منشان هيك بدي أتزوجك. هذا رأيهم. لا تكون حساس بانا، نحن بنعرف منيح شو رأي أخوك بدر وأمك فيني، وما رح يوقفوا هون. هنهم بس بدهم يهينوني، وهالشي أنا ما بقبل. منحلها يا روحي. امبارح ما قدرت نام كل الليل وأنا عم فكر. كانت أسوأ ليلة بتمر علي بحياتي، خصوصا بعد ما أحرجوني مع أهلي. عملوا هالشي عن قصد بس منشان يهينوا أمي وأبي. لا تقولي هيك مؤيد. هلأ أنت مقتنع بالشي اللي عم تقوله؟ لكن ليش جابوا سيرة الاتفاقية؟ بس منشان يزغروني ونجحوا بهالشي. صرت زلمة ما بسوى 5 فرنجات قدام أهلي. حبيبي شبك؟ الموضوع مو مستاهل، عم تضخم الأمور. خلص روحي. لا مو خلص، وأنا ما عم ضخم الأمور بانا. أهلك أهانوني، بهدلوني، وحاسس هلأ حالي ما بسوى شي قدامهم. حبيبي روحي، شيل من راسك هاي الاتفاقية تماما، لأنه ما رح يصير شي. أصلا أنا مو مشكلتي هلأ مع الاتفاقية، أنا هلأ مشكلتي الحقيقية مع أخوك وأمك. عن جد أنا ما رح أقدر أتحمل ابنهم. مؤيد، أنت ما رح تتزوج أهلي، رح تتزوجني لإلي. وقت اللي نحن رح نتزوج رح أضطر أتواجه مع عائلتك كل يوم. أنا بحبك بانا. بس الأمور تعقدت كتير، وما رح نقدر نستمر بعد اليوم. مؤيد، أنت شو عم تحكي؟ صدقيني الوضع كتير صعب. مؤيد، أنت عن جد خوفتني بهالحكي. يلا قوم نروح لشي مكان نغير جو فيه. هذا أمر واقع ولازم نواجهه، وصدقيني بكرة رح تشوفي إنه هالقرار لصالحنا. مؤيد، ما فيني أعيش بدونك. أنا وأنت بنحب بعض، وبنينا شغلنا الخاص ومبسوطين سوا. أصلاً شغلنا رح يستمر إلا إذا أنا ما عم صدق أبداً. إذا بدك منوقف الشغل. أساساً أنا بمكان قريب من الصفر، برجع على البداية وببدأ من جديد. بس وقتها رح أكون لوحدي. أنا عن جد آسف، بس ما بقدر أسمح لعائلتك تجي تدعسي برجليها وضل ساكت. أنا مستحيل كفي هيك. مؤيد، إذا بتريد خلينا نحكي. بانا خلاص، لازم تقبلي هالشي. لا، بترجاكي تهدي ولا تصعبي الموقف. أنا رح روح هلأ وبشوف وشك على خير. مؤيد، إذا بتريد لا تتركني. مؤيد، إذا بتريد ارجع. مؤيد، الله يخليك لا تروح. مؤيد. مؤيد.
لك خلص يا أمي لا تقلقي، مهند كمان إجا لهون وموجود معي. خلص يا أمي عم قلك بس تنحل المشكلة رح إجي ومهند بيوصلني. يلا باي. أنا قلت كل شي عندي، ما رح أسحب الشكوى. إذا بتريد بلش بالإجراءات، لأنه بصراحة يا حضرة الضابط أنا ما عندي وقت أكتر لضيعه هون. يا أخي طول بالك، الموضوع مو مستاهل بنوب. مهند إذا بتريد خليك أنت برات القصة. استني لحظة. لشو سوا هيك؟ ها؟ أنا التقيت مع البنت مرتين وبس، يعني ما قضينا وقت مع بعض. سكوت بس. سكوت. مهند خلينا نطلع لبرا. قالت لي إنه ما عاد رح نلتقي وما صار شي بيناتنا، بعدين أنا شو بعرفني إنه هي حبيبته لصديقك ها؟ اهدى شوي واسمع اللي عندي. حاول أنت تحط حالك مكانه. هالشاب شايف حبيبته عم تروح وتجي معك. ما هيك؟ مشان هيك كان مزعوج. وهالشي حقه مزبوط يا أخي؟ والبنت غلطت لأنه ذهنها مشوش، الزلمة بحبه ومتخانق معه وما تحمله راسه أبداً، أساساً هو ما عاد رح يطلع بوشها، خلص تركها. أصلاً أنا ما كنت ناوي أنه يصير شي بيني وبين هاي البنت عن جد. خلص شو ما كان ما بيهمنا بنوب، خلينا نحل هالمشكلة بود. أنت بس اسحب الشكوى اللي قدمتها بحقه ونحن رح ندفع لك خسارتك. يعني كانت لحظة غضب وطلع خلقه. علي شاب مانو أزعر، وصدقني بحياته ما غلط مع واحد من قبل أبدا. حضرة الضابط خسارته قديش؟ 12,000. ماشي ماشي هدول بتاخدهم مني أنا. بس المشكلة مو بالمصاري يا أخي. ليك يا أخي اللي بوشك جروح صغيرة مو مستاهلة. ليك خلينا نروح نجيب لك مصرياتها ونخلص بقى من هالمشكلة إذا بتريد وبلا وجع راس. مهند اوعك تدفع له ولا قرش. مهند مو شغلتك، خلص روح. اوعك تدفع له شي. خلص روح. بنام بالحبس وما بخلي هالتافه يعلم علي. رح روح جيب المصاري وبرجع لعندك فورا. طيب عم دقل لك، احفظ رقمي. اتفقنا؟ انا رح روح جيبهم. ماشي. مهند يلا قوم. يعطيك العافية. الله يعافيك أهلين. شو بدك كمان ها؟ لسه إلك عين تحكي بعد ما سويتي لي مشكلة؟ ليش شو اللي صاير؟ يعني مو عارفة؟ حبيبك إجا لعندي على البيت وبهدلني وكسر لي سيارتي وتعدى علي كمان. كيف؟ إمتى إجا؟ صبح إجا لعندي على البيت. أي ساعة؟ ما انتبهت بس الصبح بكير. انت شو جابك لهون؟ انا اسفة سومر، ما كنت عارفانة انه هيك بده يصير معك. عن جد انا اسفة، مو قصدي اني ساوي لك مشكلة، والله مو قصدي. انا رايحة على السوق، جيب لك شي معي؟ لا أنا آسفة، أنا من ناحيتي يا سمر ما بقى رح أتصل فيك أبداً، ما بدي ساوي لك مشكلة. وبتمنى أنت كمان ما تتصل. ولك أنا ما عاد بدي أشوفك أو أسمع صوتك. مؤياد شبك؟ ليش راجع بكير على البيت؟ هيك أهلين مهند. مؤياد وينك هلا؟ بالبيت. ليش شو في؟ شو في يا ابني؟ طمني صاير شي؟ لازمني شوية مصاري. صارت اليوم مشكلة مع علي ومستعجل كتير على المصاري. قديش؟ يعني بحدود ال 12,000. أوف ما فيني، المبلغ كتير كبير. عم قل لك صايرة مشكلة مع علي والشرطة موقفته. يعني إذا ما مندبر المصاري بسرعة رح يحاكموه ويحطوه بالسجن. لازمينا ضروري. كل ما واحد فات بمشكلة بدي روح وساعده. قلت لك المبلغ كبير كتير. خلص سجلهم على حسابي. ها على حسابك.
انت ما قلت لي هداك اليوم انه في لي حساب عندك؟ ها؟ اعطيني اياهم هلا. لك يا حبيبي هلا ما معي مصاري، حطيتهم بالبنك. طيب وين المشكله؟ روح اسحب المبلغ. اولا هدول مصاري الشركه وما فيني المسهم، وثانيا انا وبانا تركنا بعض. كيف؟ شو قلت؟ كيف صار هيك؟ معقوله يا ابني؟ شو صار لكم؟ لسه امبارح خطبتوا والله ما حلكم. لا عامة. طيب يلا سكر، انا هلا جاي على البيت ومنشوف شو بدنا نعمل. معقول تركتوا؟ ايه تركنا. طيب ليش؟ قلي يا ابني شو صار يا مؤيد، احكي لي يا ابني، حاكيني هون. مؤيد مشان الله احكي لي شو اللي صار. الحق معي، اذا فعلا بدي اياني لازم يكون من دون شروط، وما راح اوقع على الاتفاقيه. طيب واذا ما بايهم؟ نيناتكم بدكم تعتذروا منه، بدكم تعتذروا منه على كل شيء سويتوا معه. لك خلصنا، واضح انه عم يتحايل عليكي بس مشان يتهرب من توقيع اتفاقيه الزواج. لك حل عنه بقى. انت خليته يتركني، كله منكم من ورا تلميحاتكم السخيفه خليته يعصب وبالاخير يتركني. اهدي شوي، الله لا يسامحكم، خربتوا لي حياتي. فانا اهدي حبيبتي. اسمعيني، اخوكي معه حق، واضح انه في سبب ورا هالتصرف، يعني ليش فجاه تراجع؟ فكري فيها. ما بدي اياكم تحكوا، مفكرين كل العالم مثلكم؟ مؤيد مو بعينه المصاري. معقوله مانك شايفه حقيقته؟ مو صحيح، انت اللي خليتوه يتركني. اهدي بانا، اهدي شوي وخلينا نحكي. بانا بانا اهدي يا بنتي، الله يرضى عليكي. حلو عني، تركوني بحالي. فيروز اتصلي بابوكي بسرعه. بانا لا، بانا الله يرضى عليكي بنتي، روحي من بعد. هدي اعصابك بانا. بانا اهدي شوي. فيروز شو صار مع ابوكي؟ يلا هو جاي لهون. بانا بعد عني، انتو خلص بقى، دمرتولي حياتي كلها. بعد عني، انتو دمرتولي حياتي. اهدي، انا ما رح سامحكم بحياتي، ما رح تقدري تبعتيني عنه يا امي. عم تسمعني؟ ما رح تقدري هالمرة، ما رح تبعتوني عنه، ما رح. هالمرة هي حالتها أصعب من كل مرة، حتى أنها تجرأت وطلعت عصبيتها على نهى خانم. كنت عرفانة إنه هيك رح يصير، توقعت إنه مؤيد هيك رح يساوي فيها. إن شاء الله بتتحسن. بكفية اللي صار من قبل، بس هالمرة كأنه وضع رح يكون أصعب بكتير. شو كان اسم حبيبة الأولاني؟ مراد. القصة عم ترجع تتكرر. بانا يا بانا، بانا بنتي، بانا وينك؟ بانا 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 خانو، وينك يا بانا خانو؟ امي امي. اهدي اهدي، لا تخافي، اهدي. وين امي؟ بانا فائت، تعالوا شوفوها. يا روحي امي ساعديني. يا روحي لا تخافي، لا تخافي، انا هون يا ماما. امي لا تتركيني، حياتي انت، خليكم جنبي. روحي انا جنبك. انا كثير خايفه يا بابا، انا كثير خايفه. بانا لا تخافي، كلنا معك هون واكيد ما رح نتركك. أنا كتير خايفة، لا تتركوني لحالي. لا تخافي، أنا جنبك، رح ضل على طول معك، لا تخافي. بابا لا تتركني لحالي، بابا لا تتركني. وهلأ شو بدنا نعمل؟ ضروري ناخدها على المستشفى. إيه بابا، إحنا لازم نعالجها وبأسرع وقت. يلا حبيبتي هلأ ارتاحي شوي. بابا
لا تخافي أنا جنبك. إيه؟ يلا يلا نعم. مهند استنى. تعرف شو بدي سبك وسبانة تبعك والشغل اللي عم تعمله. ليش ما عم تفهم علي؟ والله تعقد الموضوع. هلا اذا بسحب المصاري من البنك رح تفكر اني عم استولي عليهم. اطلع عنا هالبواب. ايه تصطفل اعمل يلي بدك اياه. اللي فيني مكفيني. غبي. مهند شوفي شو بدك. نعم كان في شغله بدي اقول لك اياها. يا بنت خلصيني وقولي كل شي عندك. كنت بدي اعطيك نقوط العرس. قلت اذا منبيع الذهبات اللي هدونا ياهن وكمان مع المصاري اللي معي منقدر انه نطالعوا لعلي من السجن. ما بيصير هدول ليك. خدن مهند بيعن ودبر حالك. لا شكرا كتير بس ما في داعي. مهند خلص خدن انت جوزي وما في بيناتنا فرق. معها حق يا ابني بين الرجال ومرته ما في هيك امور. اذا ما اخدتهم رح ازعل منك. علي هلأ بحاجتهم وإذا ما استعجلنا رح يتحاكم. بدك تاخدهم مشانه مو مشانك. صباح الخير. صباح النور. ليش مانك لابس ثيابك؟ ما بدك تروح على الشغل؟ لا بدي روح على الجامعة وراح ارجع على البيت لاشتغل مشروع التخرج. حكيت اليوم مع بانا؟ وهي ما حكيت معك طيب؟ ما بيجوز يا ابني. هيك راح تخلي امه واخوها يستفردوا فيها ويمكن ما بقى تحاكيك. الله بيعلم شو بيكونوا قالوا له. لا تسمح لهم يتدخلوا فيكن. اتصل بالبنت أكيد هي عم تعملها شغلة كرامة لأنك تركتها وبتكون هلأ زعلانة وناطرة أنك تطيب خاطرها. بعدين البنت بتحبك ومستحيل أنها تتخلى عنك. كرمالي يا ابني دقلها تليفون. ما بدي اتصل فيها. ما بيسوى هيك يا ابني والله بتحبك. شو رح تساوي إذا ما اتصلت فيها؟ ننهي كل شيء. صار الموضوع تحدي. أما بخسارة أو أما بربح أسود أو أبيض يعني ما في رمادي. شكرا كثير على المصاري. يسلموا. شو هالحكي اللي عم تقوله؟ ما في داعي للشكر. بعدين انا ماني غريبه لحتى تشكرني. معروفك ما راح انسى وعلي كمان. يسلموا. بكره ان شاء الله اول ما يدبر اموره مؤيد ويعطيني اتعابي راح رجع لك اياهم. سجلتهم كلهم هون. 5 أساور ذهب و14 ليرة. عملت قائمة كمان؟ رح رجع لك ياهن لآخر ليرة. بدك ياهن ذهب ولا مصاري؟ أنا حاضر. ماشي؟ ماشي. خلينا نمشي لازم نطلع علي. بالأول بدي شوف الزلمة. صباح الخير. صباح النور. الو السلام عليكم. معك مهند صديقه لعلي. عرفتك اهلي. اهلين فيك. مصرياتك جاهزين؟ لوين جيب لك ياهون؟ انا هلا مو فاضي. حاكيني بعدين. لا شو بعدين، هلا بجي. لازم طالع علي من الحبس اليوم. انت قل لي هلا وين محلك وانا بجي لعندك وبعطيك المبلغ. ايه
ايه عرفت المكان. ماشي، انا بعد نص ساعة بكون عندك يا اخي. مع السلامة. شايفة؟ هالغبي متحركش بحبيبة علي، ونحن رايحين لنطيب له خاطره. خلص لكن بتعطيني اياهم بالمخفر. يعني شايفتيني مبسوط بهالروحة؟ بدي اعطيه المصاري هلا مشان يسحب الشكوى. شو نعمل؟ عم نضطر نحني راسنا بس نخلص علي من هالمصيبة. لولا هيك فرجيته شي ما بيعجبه. على كل إيه؟ لكن انا كمان رح روح. خليني اخذ لك تاكسي، انت تاخرت كثير على شغلي. مهند انا انا من فتره تركت الشغل. ليش؟ كنتوا مشغولين كلكم بموضوع مؤيد، مشان هيك ما قلت لكم. ملاقين خطا بملف جلسه من الجلسات وحملوني المسؤوليه الي. بعدين مو تزوجنا واخذت اجازه طويله، تحججوا بهالشي وطلعوني من الشغل. لا يا لا تقلق، انا رح لاقي شغل تاني. ليش بدي اقلق؟ انت شبك يا بنت؟ انا من شو بدي اقلق اذا اشتغلتي او لا؟ شو رح يصير يعني؟ والله غريبه. انت بتعرفي انا ما بدي منك شي، ورح رجع لك المبلغ. ها؟ رح رجعهم. ليه عم تضحكي؟ يعني هدول الاساور والليرات الذهب رح يرجعوا لك وبأقرب وقت.